سؤال: هل السارق ان تاب عن خطيته تغفر له، ام يجب ان يرد المال المسروق؟ هو طبعا الوضع السليم ان يرد المال المسروق، لكن ساعات ما بيعرفش يرده. يعني واحد مثلا كان نشال، كل ما يركب اتوبيس ينشل واحد او اتنين، يركب ترماي ينشل واحد او اتنين، هيعرف الناس منين؟ مش هيعرف مين الناس اللي نشلهم علشان يرد لهم المسروق. لكن في احوال يقدر يعرف فيها، زي واحد سرق من مال الدولة يقدر يرجع المسروق بطريقة ما تكشفوش. يعني لو قال انا سرقت هيودوه سجن، فيوديها بطريقة غير معروفة بقدر الامكان. يعني ان قدر يرد المسروق يبقى كويس، ما قدرش يبقى على الاقل المال المسروق اللي عنده ده مال حرام، يحاول يخرجه من بيته بأية الطرق.